السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في حلقة اليوم سأتحدث عن تحديد أنف الإنسان من الصورة في لغة بايثون. قبل البدء يجب التأكد أن تم تنزيل مكتبة OpenCV Computer Vision على السيستم الخاص بالجهاز كنوع من التأكد. اللي سبق أنه أنزلها مفيش مشكلة. إذا كانت مش موجودة فبتضغط هنا على تيرمينال وبتكتب الأمر التالي أمام محس الدوس، بتكتب pip install opencv-python وبتضغط مفتاح الإدخال. يتم إنزالها downloading and installing على system الخاص بك سواء ويندوز او اي جهاز ان شاء الله. طبعا انا سبق نزلتها خلاص، ما فيش داعي ان انا انزلها تاني. بروح قبل ما ابدا انزل هنا مكتبه ملف اكس ام ال خاص بتحديد الانف من على الصوره. المكتبه ان شاء الله هضع لك في رابط الفيديو، وهي الرابط التالي حضرتك شايف الرابط ده كله ان شاء الله هضعه في وصف الفيديو لكي يتم تنزيل. هتاخد الرابط ده تعمل كليك كده يمين وتعمل كوبي نسخ، نسخه وتفتح مستعرض الانترنت من عندك. افتح مثلا مستعرض الانترنت عندي هنا سواء جوجل كروم او فايرفوكس او مايكروسوفت ايدج اي مستعرض، وبنضغط هنا كليك يمين وتختار بيست اند جو. بيفتح لي الرابط، بيفتح لي الملف رو على طول، رو ماتيريال بيفتحه لي على طول كده. اضغط هنا كليك يمين واختار سيف اس، واتجه لي المكان اللي موجود فيه البروجكت بتاعي. مثلا انا وضعه هنا على الديسكتوب بايثون بروجكت، والاقي الاسم مكتوب جاهز، لا اغير فيه شيء ولا اعدل شيء. وهنا في الملف اكس ام ال اختار سيف، اقفل خلاص. اروح هنا الاقي اسم الملف نزل في المشروع في ملفات المشروع. ده الملف اللي انا هكتب فيه الكود، وطبعا ده ملف المشروع، ودي الصورة اللي انا هعمل عليها المشروع دلوقتي. ازاي احدد الانف من على الصورة، ازاي احدد منطقة الانف دي من على الصورة. طيب هروح افتح المستعرض اسمه محرر البايثون، وابدأ كتابة الاكواد هنا في المنطقة دي. مثلا اول خطوة فبعمل import هنا computer vision 2، المكتبة دي اللي انا من خلالها هستعين بها في تحديد الانف. الخطوة الثانية بفتح هنا الامج، متغير اسمه الامج، هستقبل فيه الصورة اللي اسمها مان دوت جافاجي اللي هي الصورة دي. طيب اتأكد ان هي اسمها مان جافاجي ازاي، كليك يمين وتختار بروبرتيز خواص، وهيظهر لك هنا الاسم مان والامتداد الخاص بدوت جافا جي. طيب ديت عشان تتاكد من الاسم والامتداد. الخطوه الثانيه ان انا هستعين هنا، افتح متغير اسمه كلاسيفاير، وهستعين بالمديول الكاسكيد كلاسيفاير اللي موجود في كمبيوتر فيجن 2، وايضا هضع بداخله الهار كاسكيد ام سي اس نوز دوت اكس ام ال، الملف اللي انا نزلته من لحظات من على الانترنت، الملف ده الموجود هنا. طيب ازاي تجيبه بدقة؟ بتضغط هنا كليك يمين رينيم، وبتاخد الاسم ده كليك يمين وتختار كوبي، يجيب لك الاسم زي ما هو بالاندرسكور بنفس بدل ما تكتبه بايدك، ونضغط هنا دبل كليك وتختار بيست لاصق، يلزق الملف هنا. هتلاقي هنا اكس ام ال مش موجودة فبتكتب دوت اكس ام ال. دي طريقة سريعة يعني علشان تكتب الملف بدون اي اخطاء. بعد كده بفتح متغير اسمه بي بي بوكسز، المتغير ده هو اللي هيجمع كل البوكسات اللي موجودة على الايمج اللي انا سبق فتحتها في اللاين 2، هيعمل مصفوفة بهم وهيحدد مكانهم من على الصورة. الخطوة الخامسة ان انا هفتح حلقة تكرارية فور اتش بوكس، لكل صندوق ان بوكسز موجود في بوكسز اللي انا عملتها في الخطوة 4 اللي هي موجودة في المصفوفة ده، هتهالي ونبتدي نفحص كل بوكس في الخطوة اللي جاية.
خد البوكس الاولاني هات لي منه اربع متغيرات، المتغير اكس وواي وويتس وهاي. اكس اللي هو الاحداثي الاحداث العمودي، وواي الاحداث الافقي اللي هو نقطة البدء، والويث العرض بتاع المنطقة اللي انت حددتها خاصة بالالف، والهايت اللي هو ارتفاعها قد ايه اللي هي خاصة بالبوكس ده على الالف اللي هي النوز اريا. بعد كده بنبدأ نعمل عرض الصندوق واللي هي نقطة النهاية بقى. بناخد العرض الويتس نضيفه على الاحداثي العمودي يدينا اكس 2، وبناخد هنا الواي اللي سبق انا جبتها هنا اللي هو الاحداثي الافقي نجمع عليه الهايت يدينا واي 2. يبقى انا بحصل على اكس 2، اكس 2 دي هي حاصل جمع اكس اللي هو الاحداثي العمودي زائد الويتس زائد العرض. اما واي 2 هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن واي اللي هو المنطقة على الاحداثي الافقي بنجمع عليها العرض. يبقى بياخد القيمة دي، قيمة دي بيجمعها ويضع لي في هذا المتغير، وايضا بياخد القيمة دي بيجمعها ويضع لي في هذا المتغير. الخطوة رقم 8 ان انا برسم الريكتانجل من الكمبيوتر فيجن نفسه اللي انا سبق استوردتها هنا. فبقول كمبيوتر فيجن ريكتانجل وارسم الصوره على مين؟ على الايمج. الايمج اللي انا سبق ان انا عملتها لها ديتكتنج هنا، وسبق ان انا اخدتها هنا في قراءه الصوره. وبعدين طبعا الريكتانجل يلزمه نقطه ستارت بوينت ويلزمه اند بوينت. نقطه الستارت بوينت اللي هي اكس وواي اللي هو اراه هنا، اللي هو ارى الاكس والواي هنا. اما الاند بوينت اللي هي خاصه بالريكتانجل هرسمه اللي هي اكس 2 واي 2 اللي انا عملتها هنا في الكود، اللي هو حاصل تجميع الويتس مع المنطقة العمودية والهايت مع الاحداثي الافقي. هنا بحدد اللون. طبعا هنا طبعا قلت قبل كده صباح شرحت في حلقات سابقة ان ال RGB طبعا ده الكالر سيستم، لكن الويند البايثون بياخد بنظام PGR، فلذلك حيدين هنا خط لونه احمر هنا، لان البي بلو جي جرين بي جي ار ايوه، ودي ار اللي هو ريد، فهيخلي لي هنا اللون ريد. عايز تقلل اللون شويه فامامك اختيارات من 0 لحد 255. يعني مثلا لو عايز خط ازرق فطبعا ده الاولاني، يبقى الغي هنا واخليه مثلا 255 وده 0، يبقى كده هيعمل لي نظام بي جي ار، يبقى هنا البلو هيبقى 255. طبعا ده سمك الخط انا خليته هنا 5، ممكن تخليه 6 3 2 براحتك. انا عملته هنا 5 عشان يبقى الخط يعني واضح امام مني على الكمبيوتر. طبعا هرجع تاني هنا اسرا وسمك الخط 5. بعد كده ابدا في الخطوه رقم 9 ان انا هعرض الصوره من ايضا من الكمبيوتر فيجن 2. بعرض الصوره هنا وبضع لها العنوان نويز ديتكشن، والصوره هي المتغير ايمج اللي انا سبق فتحته في الخطوة رقم 2. بعد كده في الخطوة 10 هنتظر ضربة مفتاح من الكيبورد، ان يضرب اي مفتاح عشان نقفل الصورة يعدي على الخطوة اللي بعدها، ونقول له destroy all windows، اقفل كل الصور المفتوحة. نجرب كده ونشوف، نضغط start run. ايوه اجدوا ان هو فتح الصورة وحدد منطقة الانف ووضع لها مربع لونه احمر. طب لو عايز اغير لون الخط ده، طبعا سبق ان انا قلت عايز لونه ازرق، فبجعل هنا 255 وهنا 0. نشوف ايه اللي هيحصل. عمل لي خط لونه ازرق. طيب لو عايز خط لونه اخضر فبتعمل هنا 255 ونخلي دي 0، اي رقم من 0 ل 255. نشوف كده عمل خط. طب لو عايز الخط يبقى ادخل من كده هخلي مثلا دي 8، دي 8. طب لو عايز خط اقل اخليها مثلا 1 مثلا، نضغط ران. عمل لي خط ارفع شويه زي ما احنا شايفين، ممكن اخليها مثلا نرجعها مثلا 3. عملها لي هنا 3، وطبعا كتب لي هنا التايتل بتاع الصوره نوز ديتكشن. ده بالنسبه لحلقه النهارده تحديد الانف
اعملها على الصورة، وان شاء الله في حلقات قادمة تحديد الفم وتحديد الاجزاء والاذن وتحديد الجزء العلوي من الجسد والجزء السفلي. ما زال هناك امكانيات في الهار كاسكيد ملفات الاكس ام ال ان احنا نحدد منها بعض اجزاء الجسد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.